بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رسمنا البطاطا زي ما وعدتكم ان احنا هنرسم النهاردة. يا رب الحلقة تكون خفيفة وظريفة. انا مطولتش في الفيديو، انا صورت على طول ونزلت على طول كده، اسهل بكتير علشان ناس كتيرة ما بتدخلش تشوف الفيديو، فدي طريقة سهلة جدا. انا عجبتني فعلا الطريقة دي ومش محتاجة بقى حد يصور او حد يظبط الكاميرا، حاسها طريقة ممتازة. يا رب تعجبكم. الالوان اللي استعملناها هي اللي هتكون موجوده على الشمال، الالوان اللي هنستعملها هنحطها على اليمين. احنا كده استعملنا رسمنا الشيب الاول بتاع الرسم اللي هو الاوت لاين او الخط الخارجي التحديد بتاعها، وبعد كده ابتدينا نعمل الظل والنور او الحاجات المهمه فيها اللي هي ايه، التفاصيل. كده احنا ابتدينا نشتغل في التفاصيل شويه شويه. استعملنا لون اللي هو محطوط على اليمين ده، وبعد كده استعملنا اللون التاني، يعني استعملنا الأحمر بدرجاته، وخدنا لون البرتقاني شوية صغيرين، وخدنا الأسود، استعملنا الأسود واستعملنا البني الغامق علشان ندي التفاصيل وندي الطين بتاع الشكل. سامحوني اني ما نزلتش الفيديو امبارح، انا كنت تعبانة، بس الحمد لله النهارده احسن كتير. اشوفكم على خير في فيديو جديد، الله اعلم هيكون ايه، وادعوا لي دايما بظهر الغيب، وانا هدعي لكم برضو بظهر الغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.